الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله ومنه تدرك الغايات، وأزكى الصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. السادة الأفاضل المحترمون، السيد رئيس جامعة مولاي سليمان، السيد عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية للجامعة، السيد عميد كلية العلوم والتقنيات للجامعة، السادة الأفاضل رؤساء المجالس العلمية المحلية ضيوفنا الكرام، السيد المندوب الإقليمي للشؤون الإسلامية بخنيفرة، السادة والسيدات أساتذة الجامعة، السادة الأفاضل القيمون الدينيون، طلبة العلم بالجامعة، السادة ممثلو المنابر الإعلامية، ضيفنا الكريم مدير أكاديمية الدار البيضاء سطات، مدير أكاديمية نملة خنيفرة سابقا. أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يطيب لي في هذا الملتقى العلمي المبارك والذي هو الحبة التاسعة من حبات العقد العلمي الفريد والمتنوع للمجلس العلمي المحلي لبني ملال، والتي دأب على توسيعها ووضعها متلألئة في جيده، يطيب لي أن أتقدم بشكري وامتناني للمجلس العلمي المحلي رئاسة وأعضاء على دعوته لإلقاء هذه الكلمة بين أيديكم، مقدراً دائماً ومنوهاً بما يبذله من مجهودات في مجال اشتغاله عامة وفي حسن تنظيمه لمثل هذه الملتقيات العلمية التي يستضيف إليها خيرة الأساتذة والباحثين ويشحذ من خلالها الهمم خدمة للشأن الديني والصالح العام بوطننا العزيز. وقد أحسن المجلس الاختيار مرة أخرى لفضاء وموضوع ملتقى هذه السنة الجامعة، باعتبارها فضاء للمعرفة وبناء الفكر من جهة، ومقاربة علاقة أصول مذهب إمامنا مالك رضي الله عنه ببناء الفكر الوسطي من جهة أخرى. أيها السادة الأفاضل، أيتها السيدات الفضليات، لقد اختار المغاربة منذ 14 قرنا المذهب المالكي مذهبا رسميا للدولة المغرب، لذا ظل المذهب المالكي إلى يومنا هذا شعارا من شعارات الدولة المغربية، يعبر عن الوحدة المذهبية الدينية والأصالة الحضرية، بل إن المذهب تحول إلى مدرسة تربوية إصلاحية ساهمت في بناء الشخصية المغربية بكل مميزاتها وخصائصها، وذلك لما في هذا المذهب من خصائص موضوعية هامة تجلت بالخصوص في سعة أصوله وشمولية قواعده، مما منح هذا المذهب قدرة على استيعاب المتغيرات وضبط المستجدات والانفتاح على القضايا المعاصرة. وكان دخول موطأ إمامنا مالك بن أنس إلى المغرب على يد عامر بن محمد بن سعيد القيسي على عهد المولى إدريس الثاني كان له الأثر البارز في نشر المذهب واتخاذه مذهبا رسميا للدولة، كما كان لتأسيس جامع القرويين سنة 45 و200 للهجرة كمركز إشعاع علمي وثقافي الفضل في تطوير وترسيخ دعائم وأركان المذهب وإعداد نخبة من العلماء خدموا المذهب تأصيلا وتفريعا وتنظيرا. إن أهمية كتاب الموطأ للإمام مالك تكمن في أنه قد حفظ لنا أصح نقل للسنة والحديث، بسبب أنه أقرب زمانا للأصل، كما أنه حفظ لنا السنة بشكل عملي، أي ما جرى به عمل أهل المدينة، وهذا المفهوم للسنة ظل محفوظا بمفهومها العملي في المذهب المالكي، وهي ميزة تميزه عن غيره من المذاهب.
وبذلك يعد تجليا كبيرا ورافدا هاما من روافد الثقافة الإسلامية بمختلف أبعادها الدينية والاجتماعية والاقتصادية، إذ هو منظومة إنسانية متكاملة لما امتاز به من أصول تتأسس على مراعاة أحوال الناس في معاشاتهم اليومية ومحاولة معالجة قضاياهم ومشاكلهم عبر إيجاد الحلول للنوازل الطارئة والمستجدة في أحواله. وهذه الحال كانت مواكبة وملازمة للمذهب المالكي عبر مختلف الفترات التي مرت منها الأمة الإسلامية، مما يعني أن لهذا المذهب قدرة فائقة على مواكبة المستجدات ومسايرة التطورات واستيعاب مشاكل العصر وإيجاد الحلول المناسبة لها، وهو ما يعبر عنه إجمالا بالسياق. كل ذلك عبر اجتهادات أقطاب العلماء المالكية المبدعين. وهو ما يستدعي منا أو ما يستدعي من العلماء والباحثين اليوم إعمال العقل والنظر في طرق تنزيل المذهب المالكي واقعيا بما تتطلبه سياقاتنا المعاصرة من اجتهادات تواكب التطورات التي أصبح يحظى بها العالم المعاصر، وذلك بإعادة قراءة التراث الفقهي المالكي والبحث في تجدده وآلياته بأصوله النقلية والعقلية وبما تأسس عليه من مبدأ أعظم، وهو المحبة النبوية التي انطبع بها هذا المذهب عبر سلوكيات صاحبه. وهو ما من شأنه، وهذا ما من شأنه أن يوحد الأمة ويقضي على كثير من خلافاتها وتوتراتها مع التطلعات والآمال المعقودة على أمثال هذه اللقاءات في النهوض بدور المذهب المالكي وجعله يأخذ المكانة اللائقة به في خضم التحولات الراهنة. هنا ينبغي استثمار الوحدة المذهبية التي ينعم بها بلدنا والتي هي ثابت من ثوابته الدينية، ذلك أن معطيات هذه الوحدة تصب جميعا في هذه الغاية وهذا المقصد. فثقافتنا الدينية وإرثنا الحضاري لا ينكر أحد عامل الدين فيهما بمذهب الإمام مالك رحمه الله في كل مظاهرها وتجلياتها، بدءا من الثقافة الشعبية العامية إلى الثقافة العلمية والثقافة السياسية والتاريخية بما في ذلك التراث الفقهي المالكي بكل فروعه وعلومه وتطبيقاته وبتغلغله في اللغات المحلية، مما ألقى على هذا البلد واجبا حضاريا وثقافيا وهو صيانة الإرث المالكي. فمن يقوم بهذا الإرث والتراث إذا لم يقم به أهل هذا البلد محافظة وصيانة وتدريسا وتحقيقا ونشرا واستثمارا في بناء الفكر الوسط؟ نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يكلل أشغال هذا الملتقى العلمي بالنجاح، ونرجوه جل وعلا أن يجعل أعمالنا جميعا خالصة لوجهه الكريم، وأن يوجهها إلى ما فيه خير لبلدنا وصلاح أمورنا تحت القيادة الرشيدة لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، دام له النصر والتمكين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للسيد منظور.